سبيشيا سامدوريا الدوري الايطالي السيري اي الجوله شفنا كيفاش كانت هذه الجوله 38 وين نقولوا بلي كانت مباراه قويه وشاهدنا كيفاش سامدوريا لفابيو اللي ضيع الهدف الاول في عن طريق ضربه جزاء في الدقيقه 27 شفنا كيفاش مهدي هاريس اللي سجل الهدف ال 41 دقيقة وانتهى الشوط الأول لصالح سامدوريا بهدف لصفر. شفنا كيفاش بريشيا اليوم وين نقولوا بريشيا وين أنينسو اللي جات بعد الشوط الثاني وين جات ضربة جزاء وين سجلها في الدقيقة 49. شاهدنا كيفاش كانت المباراة وين نقولوا باللي ديغو لويس المدرب تاع بريشيا اللي دخل بخطة 4-4-2. شاهدنا كيفاش كلوديو رانيري المدرب تاع سامدوريا اللي دخل بخطة 4-1-4-1 معروف بهذا الخطط رانيري خاصة راريني. شفنا كيفاش كريست شفنا كيفاش جون كومب شفنا سكانديس شفنا مورتين شفنا كارلوس شفنا عمر كوليبالي شفنا فابيو مانويل المهدي هاريس اللي خرج في الدقيقة 68 اندريا شفنا توماس شفنا مايا شفنا كيفاش فابيو شفنا فالكوني في الحراسة تاع سامدوريا شفنا كيفاش ستيفانو يعني من جانب بريشيا شفنا كيفاش مالسينيانو شفنا اليس شفنا ديمبيلي شفنا ساندرو شفنا الينسون شفنا فوريان شفنا كيفاش اليساندرو شفنا ايمانويل شفنا ماتيا شفنا الفاردو من جانب بريشيا. يعني كانت المباراه نقولوا بلي مباراه كانت متكافئه وين نقولوا بلي سامدوريا اللي ضيع الفوز في الشوط الاول شفنا كيفاش كانت متكافئه 50-50 نسبه استحواذ 321 بالنسبه لسامدوريا تمريرات شفنا بريشيا 341 تمريره. يعني نقولوا بلي رغم ان كان اهداف كانت ضائعه بالنسبه لسامدوريا في الشوط الاول شفنا فابيو وين ضيع ضربه جزاء في الدقيقه 27 مهدي هاريس وين سجل الهدف في الدقيقه 41 ليسانتو اللي سجل هدف عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 49. يعني كانت المباراة متكافئة خاصة تكتيكية أكثر ما بين المدربين كل مدرب شنا كيفاش تغييرات كل مدرب ودار تغييرات خمس تغييرات يعني شنا كيفاش بريشيا وين دار خمس تغييرات ربع تغييرات بريشيا دار ربع تغييرات رانيري خمس تغييرات. يعني كانت مباراة متكافئة نقولوا كانت متكافئة رغم أن كانت صعبة على بريشيا أو سامدوريا وشاهدنا هجمة بهجمة شاهدنا أهداف شاهدنا يعني كانت مباراة. هذه هي الجولة 38 وين جولة 38 في الدور الإيطالي السيري أي ما بين بريشيا وسامدوريا شاهدنا كيفاش انتهت المباراة مباراة اللي كانت نقولوا رغم ذلك كانت شيقة في المستطيل الأخضر. لذلك نقولوا بلي شاهدنا كيفاش انتهت ما بين بريشيا وسامدوريا في الجوله 38 في الدور الايطالي السيري اي صحيح.